هاي 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 المسك هالمسك ولا عنبر يفوحون من خياشيمة 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 نحب الضيف نحب الضيف نحب الضيف نحب الضيف وننفذ بالحثافير تعاليمه تعاليمه سبحان سبحان من كون جماله من كون تصاميمه تصاميمه اجمل الالحان تصدر عن كلامه تطلع من زلاعيمه 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 الله يكثر خيركم يا اوادم والله كفيتوا ووفيتوا يا جماعه امانه بس تنزلوا على الشام بتزوروني انا محلي بنص البزوريه بس قولوا بدنا ابو شاكر بدنا ابو شاكر بدنا ابو شاكر بدنا ابو شاكر كفو ما تقصر يا ابو شاكر لانك رجال سنع صيتك بين القبائل كلها تسلم علشان كذا ودنا نكرمك ونسمع قصيدة من صياح 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 يا عمي هيني قول لعمك ابو شاكر قصيدتنا تليق بمقامه قول مو محرزه يا شيخ هلال مو محرزه لا تعذبوا للريال خيره بغيره مو مشكله افا عليك يا ابو شاكر افا ذا اللي تشوفه ذا مو برجال ذا نبع ما تجف ماءه ذا نبع ما تجف قريحته تعرف ليه يا ابو شاكر كل القبائل اللي هان اتهابنا والله انتبهت انه بيهابوكم بس صحيح ليش ابو شاكر الناس تهابنا يا رجال مو بس لنا فرسان لا الكل فرسان والنعم منهم الناس تهابنا مو بس لن خيلنا كما الريح بالميدان لا الكل خيولهم أصيلة والنعم منهم الناس تهابنا يا ابو شاكر وانت ما تعرف لنا عندهم شاعر مثل صياح يا سيدي والنعم من صياح بس يعني شلون بدي لك اياها شيخ هلال يعني شو علاقه الشاعر بالمهابه يعني ما وصلت الفكره شلون هي هي يهجيهم يهجيهم الا والله ما خلهم يرفعون راسهم بين القبائل 100 سنه بعدين والله يا شيخ فعلا شغلي ما بتتعبط ما قلت لكم غير شكل والله يا صياح انت فعلا غير شكل الله يلعن والديك وراك ذا تحنط قل قصيده لعمك ابو شاكر قول يقول جحش البراري بالفله بالشول ساري حامل اعز الناس الناس والرمل ما ينعجن يا عمي والشوك ما ينداس والسر ما ينعطى إلا لناس وناس الله الله ما يرحم إلا الله والشبهن سيف العرب والشبهه بالفاس إيه معلومكم هو من ذهب لكن ما هو بنحاس يسلم هالفاه يا صياح إن شاء الله إذا زرتنا عشان مرد لك إياها بقصيدة حلوة كتير إن شاء الله تكون تعجبك أبو شاكر تعال بتخبرك بشام عندكم بشاعر فطح الكذا مثل صياح لا والله ما أبو والله مثل صياح ما عنا بس في عنا شاعر اسمه عمر أبو ريشة بالفصحى بقول يا حليلة يا حليلة شاعر وبريشت وحدة عوذة الشام بطولها وعرضها وما بها غير شاعر واحد وبريشة ديك صياح ديك
لا في غيره بس يعني هذا انا متذكره منيح لانه هو صاير جارنا. مثلا في شاعر ثاني مهم كثير بالشام اسمه بدوي الجبال. معلي معلي خلنا الحين من الخرابيط ابو شاكر الله ييسر دربك. معلي سلم على الشعراء اثنين وخص منهم البدوي. البدوي ذا لا تسلم ابو ريشه. بسيطه بسيطه بسيطه. يلا ارخصوا لنا يا شيخ. بعدي حبيبي بعدي. شنو هذا ابو ريشه؟ ما ابو غير الاسم ابو ريشه. ما ابو غير الاسم. قم قم من هنا قم قم قم. تقول ان عجم ربط راسه. قم قم. تامر يا عمي. صياح تفضل يا هذا. تعال اقعد جنبي. تفضل يا عمي. تفضل 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 يا عمي. ما تقصرون يا الربع ما تقصرون. هلا يا شاعر. انت وش قعدك هان؟ قم قم قلت لك اقعد هنا. تعال تعال قم اقعد مكاني. اقعد مكاني. اقعد اقعد. يا جماعة الخير الحاضر يعلم الغايب. الرجال ذا در تنثمينه ما له مثيل بالقبائل كلها. والرجال ذا لزوم نكرمه ونحافظ عليه مثل ما نحافظ على عيوننا. والله هذا الهرجة الزينة. ويا صياح اكرامك واجب علينا. وانا من الحين وطالع تعرفون ناكت البيضة المحجلة مع لمة زعفران ذي هدية ما من وراها جزية الصياح. ما تقصرون ما تقصرون يا الربع. المقصود من هرشتي يا صياح انت لسانك لزوم ما يدخل ثمك. اي انت بوقنا بوقنا. عارف البوق وشو عند شوام؟ البوق ذا انت بوق القبيل. علشان كذا قول لك قصيده زينه. اي قول بسم الله يا صياح. قول بسم الله الرحمن الرحيم. اشقر اشقر يا ابو لشعود تشبه احبال الشد. يا مضمرا كالعود جيدك كجيد الورد. يلي عيونك سود تذبح بالله يا عمي تذبح بلي حد. ترى بالله ما حد يقول قوله. هي بالله قلت ان الطير قعبول راسه هذا يعرف يقول؟ يي حرام عليك صياح ما يعرف يقول. يحرم جلده عن عظمه. لهاد شلون الاشقر ابو جعود صارت عيونه سود. الاشقر عيونه يا زرق يا خضر. كانت جعودك سود ضمختها حنه حنه بالبسمة لنا جود جود. والقلب يتهنى. نذر الجبال الطود. وتلال تتلنى. الله الله الله. خشمك يا صياح. طيور الشوك يا عمي طيور الشوك تاكل من بساتينا. بالله وراها النذل وراها الخسيس يلعب في تفانينا. له شكل البغل لكن بالحسب ثعبان ينفث بي ذيافينا. ترخص لي يا عمي. ما يرحم الا الله. والله مرخص لك يا صياح. والله لا اله الا الله. تدري يا صياح تمر يا عمي ديارنا هبلياك مثل ديار بالرياح. ديارنا هبلياك مثل قاع بليا مطر يا صياح. وشلون ارخص لك؟ الله يا عمي ودنا نسمع ودنا نرتوي عطشانين. بالله يا والله عطشانين. بي حد نعسان ولا بينو؟ لا بالله اجل قول يا صياح. فداع صبق هوا يا فداع. بالله يا شيخ. يا محل الفنجان في ساحة البال في مجلس ما بيه
نفسا ثقيلة. ثقيلة. هذا ولد عم وهذا ولد خال وهذا صديج ما لقينا بدين. الله عليك. الله عليك. الله عليك. الله عليك. يا صياح ترخص لي يا عمي. لا بالله ما ارخص لك يا صياح. الله ياخذك ويريحنا منك. الله يسعد والول. لويش كل هالحقد هذا؟ باكر لين يزفونك الحليلك وما تشوفينه بعد ليلة الدخلة تعرفين الويش. وشنو خص هذا بهذا؟ ها؟ شنو خص هذا بهذا؟ خصه ونص بعد. تدرين من متى ما شفت هلال؟ من متى؟ من لين برد صياح؟ ما بيني وبينه غير هالساتر. يا ريته راح بيها وخلصنا منه. يصحى من النوم اقصد يا صياح وينام قبل الله يخلص صياح هرج ومرج. هي هذه العلبة ما هي علبة الضيف؟ اي بالله نسيها. شيخ هلال شيخ هلال انت يا حرمة ما تتركين عاداتك الشينة. وش بلاهك ما تشوفيني قاعد مع الرجاجيل؟ نامك انت وش فيه؟ الضيف نسي العلبة. اي علبة هذه؟ هذه وش هي من علبة؟ ليه ما قلتي لي قبل لا يسير الرجل؟ ليه صياح يخلي حد يذكر شيء؟ والله ياخذك حاطه دابك بداب صياح. صياح ذا رجل انسنع والله ما استغنى عنه بمية رجال. صياح صياح ما وراك غير صياح. قمي قعدي مع الحريم بالمحرم الطم الله يطمك. اخذ له اياها لا تخافين، وان جانه باكر اعطيها له. يلا الله يوخذ صياح. ايه ملعون ابو القصير. صياح يا بعد عمري يا بعد روحي ما ودك احط لك عشاء؟ ما ودي اتعشى، ودي انام، تعبان، ودي اندفس. يا وعلى ويش مستعجل عنه؟ خلنا نقعد نتسامر ونتحادث. بالله اشتقت لك. ما اقدر ما اقدر، تعبان، الربع ما يشبعون من قصيدي، ودهم قصيد ودهم قصيد، وش اسوي؟ بالله انك زينة هالقبيلة. لكن يا صياح وراك عيال وراك نوف، ما يصير تضل هيك من قبل الضو لبعد الضو قصيد وبس. اي ما هو طالع بيدي يا نوف، ما هو طالع بيدي. هلال ما يشبع قصيد، وده قصيد ليل النهار بس. قومي قومي نوف قومي خلينا نام. قايم نام يا بعد عمري نام. العلبة هذه اللي نسيها ابو شاكر، اخاف ان بيها شيء يخرب ويطيح بروسنا لا سمح الله. ودي اشوف وش بيها. الله يلعن والديك الله يغربلك. خلص بتركك وما برجع لك مرة. وشو هذا؟ رادو رادو مثل اللي شفته بالشام بالقوقها. هو والله انه هو. بسم الله الرحمن الرحيم. شو هذا؟ هلال هذا الصوت من عندك؟ في حد عواك جنبك؟ اي اي يا سعدة تعالي الصوت من عندي. اي وش بيك يا هلال؟ شنو اللي صاير؟ وشو هذا؟ سعدة تحيدي لما نزلت الشام عند التاجر ابو شاكر اورد له الحلال، وكلمتك عن الرادو واللي شفته بالمقهى. شنو؟ الرادو الرادو هذا هو الرادو. ايه يذكر علامه. هذا هو الرادو والله هو والله انه هو. هذا هو؟ ايه اسمع اسمع.
أنوف. لعونك لعونك يا بعد عمري، لعونك يا بعد روح. تروح راحك إن شاء الله. إيه. تروح راحك. إيش فيه؟ عويش ما فيكتيني ها؟ ما فيكتك لأن الربع ما أرسلوا بطلبك مثل العادة. والول؟ عويش ما أرسلوا بطلبي، معقول لساهم نايمين؟ ما أدري. أكيد لساهم نايمين، لأن ما من عادته لا يفيقوا يتروق قبل ما يرسل بطلبي ويسمع له بيتين شعر. إي العاد اقعد، اقعد يا بعد عمري، خلنا روقك ونتسامر ونتحادث، الحين يرسلون عليك. ما ودي، ما ودي. نعسان علي ما الله علي كسر نوم 7 سنين ونص. نعم. ول اسكت يا اخوي اسكت. خلنا اسمع. هذا وقد ودعه الى المطار كل من فخامة رئيس الجمهورية السيد شكر القوتلي، رئيس الوزراء السيد. الله عليكم يا شوام شياطين شياطين، ما خلوا شيء ما اخترعوه. الله اكبر الله اكبر. صحة يا عمي صحة يا عمي. ودنا سيجارة يا عمي. الخارجية اليوم قال كلمته امام الاجتماع الدوري للجمعية العامة للأمم المتحدة، هذا وقد قطعت كلمته عدة مرات بالتصفيق. يا ذكر الله يا ذكر الله يا ذكر الله، تعرف كل شيء وانت مكانك. واني قاعد هين واني قاعد هين. تركب الحصان يومين توصل الشام. هنا يا توصلك الاخبار وانت قاعد. صح لسانك يا عمي صح لسانك. واحكموها بالتفصيل. قلعت هذه الله ياخذك يحرمني اياك بليله ما بيها ضو قمر. نوف. هذا وقد شكر الضيف الكبير فخامته على حسن الضيافه وغادر مودعا بمثل ما استقبل به من الحفاوه. ما ادري ماني فهمان شيء. والول وين الناس وين الخلق وين العشيرة وينكم يا هالربع يا ناس؟ السلام عليكم. عليكم السلام. اقعد هناك صياح اقعد. البارحة راودتني قصيدة. وش هذا اللي تسمعونه بعد؟ الراديو. الراديو. صياح يقول لك الانجليز والفرنساويه غزوين بينهم، طايح للقاع، ضرب خناجر وسبي حلال، كل شيء الله لا يقيمهم. الله لا يردهم. هسع هذا اللي اسكت يا صياح. اقصر يا ولد اسكت. انشب خلى عم الشيخ يقول لنا وش اخر الاخبار. يا ساد انت بعد. الصين الشعبية تحذر مجدداً بعدم تجاهل رغبتها في الانضمام إلى الصين. يا ربي عشوام الشياطين. الصين يجيبها هذا صغيرون العلبة ذي. الله يبارك. الله أكبر. الله كبير الله كبير. وروسيا بعد تدعمهم. أجدك روسيا بعد تدعمهم. الله يلا ترخصوا لنا. اقول يلا
ترخصوا لنا. يا رجل انت وش بلاك لعوزتنا الله يلعوزك. قم كل ما فت وطلعت ارخص لنا راح تيسر. نوف يا نوف اسكت يا الغراب الله يدوزك وضل قراك علامك يا بعد عيني جوعان وده تريق اقضي يم الشق جهزي الطبق وما تقدر تصبر الحين تخلص الاخبار المخبر لي خبر وياخذ روحك اركضي اركضي جهزي الطبق الله يلعن وجهك هذا زمان الخزي هذا زمان الخزي ليبدل شاعر بمزدياع من هو من بين العرب يبدل فارس بمرياع كل الاجاويد غرب الكلبوم يقطع وجهك إذاعة صوت العرب من القاهرة مصر يا الربع هلا هلا مصر هلا هلا يا عمي يا عمي دور دور بعد بلش يطلع لك شيء ثاني شيء عشيرة ثانية قبيلة ثانية هنا بغداد والساعة فيها الآن صح يا عمي بغداد بغداد الساعة 4 أنا علينا والقلب مهموم جار الزمان جار الزمان وتناسى ذكر القوم يا بعد عمري يا بعد قلبي ما يخالف بالله ما يأثر لا يأثر يأثر ونص وخمسة أنا ما ينقل اسكت أنا ما ينقل اسكت يا صياح ويبدلوني بشكفة علبة أنا لازم يتوسلون حتى أحكي حتى أنطق قصيد خلاص يا بعد عمري خلاص ولا يهمك بس معليش هالربع ما عاد استحوا إي عاد ما أبو داعي للخصام بالله لما تغمض العين لخلي الربع كلهم يجون ويحبون على هالصرماي يا صياح هذول ربعك خلي بالك طويل لا بالله ماني مطول بالي ودي قصرة ودي قصة أنا ما تبدل بعلبة وش في يا عمي؟ This is London. لندن يا الربع ملعون هذا الزمان اللي جار عليك يا صياح ملعون اي هذول ربع ما يستحون بعد ما عندهم شرف نسوا انه بي شاعر اسمه صياح نسوني وش رايك يا صياح نروح انا وياك ونسمع الاخبار رايي راي انك لو تقصدين ذاك الشق لكسر رجلك وعلقها برقبتك اي لبله ما روح ذلك الشق الا بعزة او بفرح لعاد راس الحلال لو غاب ساعة يسألون عنه واني بارك بالشق نهارا بليل ما حد يسأل عني يجوز ودهم يسألوا لكن خجلانين من عملتهم روح شوف يا صياح هذول اخوتك قولك أنا مسامح كريم أروح يلا اي حط لنا أخبار يا شيخ أخبار يا أخي ما ودنا أخبار لا هي وش يقولون يا شيخ وش يقولون اسكت غني شو غناوة يا عمي اسمع
مساكم الله بالخير يا الربع. بس عاد وجه البوم، وانت غريب كل ما فت وطلعت مساكم وصبحكم. اقعد من هناك وانطم واسكت. الله يطمك. اسكت. ما تريدون تسمعون قصيد؟ اسمع العاد، خلينا نسمع. اسكت اسكت، خلينا نسمع شو كثير وكشة. ايه عوذة. صح صح يا شيخ، صح. وش يقولون؟ وش يقولون يا شيخ؟ دق له، دق له على ظهره، دق دق. صح يا شيخ. وش يا هلال يا هلال، يلي نفى صياح من قربه، قاعد يهرج ويسالف ويحط راسه بعقل علبه. علبه ها ها يا هلال، يلي نفى صياح من قربه. ايه قاعد يهرج ويسالف ويحط راسه بعقل علبة. علبة مدري يسمع ويطنش، مدري ما يسمع. يا شيخ يا شيخ، دور لنا على مصر، خلينا نسمع ويش يقولون. يا جماعة خلينا هنيا بالشام. يا جماعة بس عاد، مصر بعيدة بعيدة، خلنا هنيا بالشام. ايه زين يا طويل العمر، انت اسمع وبعد خبرنا. ايه ايه يا شيخ. زين 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 زين، سمعوا. صياح يا بعد عمري، باكر تنعل وتنسل، خلنا حط لك الزاد. ما ودي ما ودي انا اوف، ودي اموت. يا عاد الامر ما يستاهل كل هذا الشيء. يستاهل يا نوف يستاهل، لعاد 10 ايام ما حد من الربع يسأل عن صياح، خلنا نموت. اي الله لا يقدر، الله لا يقدر يا بعد عمري. اه ودي اطلب منك طلب يا نوف. سم سم طال عمرك. ان رب العالمين اخذ ما انت، ما ودي اياك تتجوزين بعدي. لا تقول ايش، لا تقول ايش يا صياح، روحي تطلع قبل روحك. كله من هذا الابن الحرام أبو شاكر، لو ما شف زار ربعنا ونسي علبته، كل اللي صار ما كان صار. صياح هسع ضروري أنت تموت يا بعد روحي. وشو قصدك؟ قصدي ليش ما تنهفى وتموت العلبة بدالك؟ كيف؟ هلال يحط الرادو تحت راسه لمن ينام، ليه ما تروح تبوقه من تحت راسه؟ أخاف يحس، تريدين الربع يقولون عني بواق يا نوف. ما يحس، ينام مثل القطيل، ما تسمع شخيره يوصل الهان. والول هذا شخير هلال، نسمعه الهان كل يوم بله. اي تفعلها بيهلال. والله نخلي سيارتك من كل الرجال. بكته بكته، انا الحين شاعر وبواق، والله انك داهيه يا نوف. عاد يلا حطه بالنار، خلنا نصب عليه زيت الكاز ونحرقه. وعويش نحرقه، حنا لنسمعه. يجوز يوصل الصوت لعندهم، يعرفون مين باقه.
باشر باشر انقل الشق المكان بعيد على ايه؟ اساس اني زعلان وماخذ على خاطري، ما حد يسمع شيء، ما حد يسمع شيء. ارتحت هسع؟ مرتاح مرتاح. عاد خلنا احط لك لقمه تسند فيها بطنك. لا بالله هذه المناسبه ما ودها لقمه، ودها منسف، ودها خروف مكتف. ابشر. اي وش تحبين تسمعي؟ لندم؟ حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا لله وإنا إليه راجعون. يا هلا الديرة. صار مصيبته وطاحت فوق روسه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. مصيبة. الرادو. وش الرادو؟ وش بالرادو؟ الرادو انهزم. البارحة بالله نام جنبي غطيته أخاف لا ياخذ برد. الصبح صليت أصبحنا وأصبح الملك لله. صليت الصبح يا جماعة أبغى أسمع الرادو. ما في رادو. سعدة يا سعدة. علامك يا هلال. سعدة مصيبتنا طاحت فوق روسنا الولد ولدنا. وش صاير؟ أقلش طول الليل وأنا أسمعه من الأخبار للقصايد، ونام بجنبي وغطيته خاف لا ياخذ برد. الصبح نشيت صليت الصبح أبغى أسمعه ما لقيته. من هو يا هلال؟ إيش فيك أنت يا سعدة؟ وش فيك؟ ما فهمتي؟ الرادو الرادو الرادو. يا جماعة الخير والله كذا ما هو بعدل. نظل كذا لا هرش سر الخاطر ولا خبر زين ولا وجوه حسنة. وشو ذا؟ وش نسوي؟ وش نسوي يا عم الشيخ؟ الله لا يوفق ولاد الحرام. أمين اللهم أمين. الله لا يوفقهم. لكن حول ولا قوة. وش رايكم نجيب شاعرنا صياح؟ لله يا طويل العمر لله. صياح ماخذ على خاطره. انت وش قعدك هان؟ قم قم جيب صياح الله لا يقيمه. قم 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 الله يلفك. قم قم تامر يا عمي. صياح صياح. اي يا عمي يا صياح وش تريد؟ الربع يبغونك بشق يم خويك الشيخ هلال. وش يبغون يا ابن ال... خلهم يسمعون الرادو، الرادو احسن لهم. خلها على الله، لا حول ولا قوه الا بالله. الرادو ومباق. لا اله الا الله. وش يريدون مني هالسع؟ الربع يبغون يطيبون خاطرك ويسمعون قصيدك بعد. اسبقني لاحقك. لا تتوخر ها، الربع على حر من الجمر. نسلم عليك. هسا تقعدين عند سعدة وتسمعين بذنك. هزيع الليل ما يخشى عتماته. ماته لو يبتغيه الوحش يشرب له دماته. دماته يبله. يضرب بسيفه الحشد ويقول لهم هاته. يا عمي وش رايك؟ صياح وانت رجال سنع ود اسالك ولا اسالك عن ذنوبك. لان عرفت الحقيقه يا صياح، تزعل ولا لا؟
لا بالله ما زعل. ما دام انك ما تزعل زين. الحين البني ادم يا صياح لما ياكل العسل العسل يستطعم بالسكر؟ لله ما يستطعم. اجل هذا اللي صار معنا، من تعودنا على الرادو ما نستطعم بالقصيد يا صياح. ولا انا غلطان يا جماعه؟ غلطان. ابشروا ابشروا، الرادو احسن مني طال عمرك. يا صياح صحيح ان الرادو علبه وانت رجال سنع لك لسان ما شاء الله عليك، لكن الرادو ذا صغيرون ذا يجيب لنا الاخبار كلها، القبائل كلها، العالم كله، وانت قاعد هنا كل الغصب. وانا بعد يا طويل العمر اسمعك الاخبار بقصيدي. اخبار انا بقصيدك؟ كأنك رجال سنع ومسؤول عن كلامك. وش مستني يا صياح؟ سمع كل الاخبار. سمعنا. سمعك يا عمي، هسمعك. ابله اخر الاخبار من يم المدينه. طلع بوزير المال قرار تعيينه. اي صحيح، هو قال وين وزير المال وده يتغير. ومحسن ولد نبهان رايد يصير نايب، هو ترشح بحوران، عسى الضرب بحوران صايب. قال انه وده ينزل الاسعار هو يرفع الرواتب. قال انه وده يدعم الطحين ويخفض الضرايب. وهذي فهمناها بعد يا صياح، انت كأنك فهله وفهمان وتعرف الاخبار يا العلب العود الكبير انت. وش صار مؤتمر القاهرة الوزراء الخارجية؟ استقبلوا الوفود طال عمرك وفدا ورا الثاني. الساعة 7:30 مدري أو 8 عقد اجتماع كبير. عقدوا اجتماع كبير. جاني الخبر، جاني. يا أهل القبيلة، يا أهل القبيلة، يا شيخ هلال. وين راحوا هدول؟ معقول؟ وين راحوا؟ السلام عليكم. يلا حي ذاك الرجال. يا مرحبا يا مرحبا. يا هلا يا هلا. مرحبا بيك، تفضل. يا مرحبا. خشمك والله خشمك. يا مرحبا. تفضل اقرب. تفضلوا سيدنا، تفضلوا. ها ابعد كذا انت. السلام عليكم. مرحبا يا هلا وشكرا. هلا 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 هلا. اصبر هلا اصبر. كذاب، اكذب عني، اكذب عني. تامر تامر شكرا. كيفكم يا جماعه؟ ان شاء الله بخير. هلا بالقبيله. هلا ابو شاكر. ابو شاكر لعونك. الله يرحم والديك يا ابو شاكر، والله يشهد علي. الله يعني خجلان منكم، خجل 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 لين تقول بس. وجهي اسود منك مثل القطران. يسلم يسلم. وما ادري وين اودي وجهي بين العربان، احنا هم من عوايدنا يا ولد الناس، نخونا الامانه. لك ليه يا زلمه؟ خشبك والله خشبك. ها شو ابو شاكر يا جماعه؟ تراه ما يدري بعد. ما بالله يا ابو شاكر، غزو جانا خذ الاخضر واليابس، حرق كل شيء وخذ الامانه يا ابو شاكر. يا حبيبي خذ اي شيء بدالها. نياقة العشرين، واحد من عيالي ولا من رجالي، خذ بس تسامحني. لك يا زلمة شبك له يا شيخ؟ أي أمانة؟ والله ما أفهم عليك. أي أمانة؟ الرادو. يا سيدي 60 جهنم الراديو واللي عمل الراديو. افتح افتح، شوف شو جايب لك يا شيخ هلال. ولك كذاب، اقلب ولك اقلب. افتح يا ولد. افتح افتح. شوف يا سمر. هلا شنو هذا؟ شو هذا؟ هلا افتح ارفع ارفع. هيا
لك هذا تلفزيون شايف؟ تلفزيون هذا بنشوف فيه كل القبائل، كل المحافظات، نعم كل العشاير. ايوه هذا على البطاريه، وانا جايب لكم معي بطاريه سياره، ما تخافوا. ها ابو شاكر يا راعي المهره، سيفك صقيل الحد يجرح بلا شفره. اش انت يا نعاق الاغراب، الله يقطع وجهك. العلبة الصغيرة ما قدرت عليها، تقدر على التلفزيون؟ يا جماعة خلوا بالكم يا جماعة، تعال كذاب اكذب اكذب لتحت، تعالوا عندكم هلا هي البطارية. اصبر ساعدني ساعدني، هذا شريط اتحشوا. ايوه يا عيني عليك من هون، هيك 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 يا شيخ هلال، انزل انزل يا شيخ هلال، انزل. ايوه انبطح انبطح. ول 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 نشرت الأخبار بالعربي.